صباح النور، صباح الفل والياسمين. ان شاء الله نهاركم من اسعد الايامات يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم البنات حبيت نشارك معاكم روتين نهار الاحد. ان شاء الله يا ربي يعجبكم. روتين خفيف الحقيقه اللي نجمت نصوره صورته معاكم اليوم. بديناها بقهوه الصباح اليوم الحقيقه، مش اني حضرت فطور الصباح. صغار وابوهم هما اللي حضروا فطور الصباح. هوك عملوا عظم، عملوا شويه هيك خضره مقصوصه، حسيلو قال لك تبو هو اللي موجود عنا. حطوه خاطر من بعدش نمشيو نقضيه، شويه قضيات كان ناقصين. ديجا هوك اليوم على شاوتهم مشاو خذوا خبز الباقي تاني، مش ديما الحقيقه ناخذو. حتى في ماكلته معنا عندي جاب ربي عندي شويه، عندي تقريبا كعبة ملاوي مديت سخنت فطرت بها يعني، خاطر مش النوع اللي نحب الباجيت. هكا كملنا فطرنا يعطيهم الصحة، والله فرحوني على الاخر لقيت الطاولة حاضرة. مشاو هما الصغار خرجوا مشاو للمرشي، قلت لي خليني في ساعة في ساعة نعمل الكوجينة ونعمل تبخير للتلح قدام الضيفة، خملوا هما كل واحد خمل بيته وانا عملت البيوت البانو. طقس اليوم انت تعرف سعيد سعيد الحقيقة على بورد او على بورد شتي. نعمل تبخيرة هذيك اللي تحسها هيك تعطيني الطاقة في الدار، والله ما نعرفش علاش ريتو شتي كامل، من شتي كامل ما نبخرش معناها، شتي كامل ما نبخرش، أما في شتي الحقيقة البنات هدية البريكية اللي نستعمل فيها تو من رمضان، رمضان لبس على أمل، حسيتها هيك ما عادش قوتها كيما قبل. أنا أخو كعبة نكلم ديما تبعث لي فايدة بوست غاز، تركب فايدة بوست غاز، بوست غاز صغيرة معناها. هذا فما تتبع قطي سيري ما عادش تخدم لي سي معناها هذيك عدمت ليه لا. عامل لها دبوسة غاز أخرى كيف كيف البريكية هيك دبوسة صغيرة تولي ترجع تخدم لها بصراحة تهبل، تبدا هيك قاعدة على بلاصتك من غير ما تستحق تمشي بالغاز ولا حاجة. كيف نغطاها تو مثال بالخطا في ساعة طفى مع الشربون، لازمها تقعد هيك علينا تقعد أكثر وقت. مسحت غبيبة لا عملت حتى شيء، اليوم نهار كامل قاعدة مع الصغار. نسكر الضوء. نمشي في ساعة نخلي العجينة. في ساعة نخلي العجينة خاطر فطرنا وخليتها كيف ما هي. الدنيا ظلمة برا
مبرش عرفته كل مدام مانيش باش نقيم ومازال عندي حركه وكل ما نحبش الدنيا تطلع الدنيا ظلمها كان كي نكمل كهو نسكر البيبان منا بيت الباي نظاف يجيبوا لي القضية واني ما نظمتش ما عملتش فريجيدير ما على الاقل على الاقل هز الطابلة على الاقل باش نحط قضيتي على الطابلة هاني رجعت لكم البنات قلت خلي نسجل معاكم خاطر الفيديو طويل على الاخر كان مش نخليه بالصوت حاسيلو اليوم من نهار القضية اللي نبدا خايفة من وراني نهار هضايا نتاع القضية والخروج وكل امل حق اليوم ما خرجتش ما مش باش نمشي نقضي اني مشاو الصغار وبوهم مشاو يقضي قلت خليه نقعد مش عارف علاش هبط عليه البخل الكل لا البير يعني اليوم لا مونتاج لا حد ديجا هبط لكم فيديو عقب الليل تصوير ما صورتش ديجا ما كنتش باش نصور اليوم يعني الحقيقه ما كنتش باش نصور هي قلت خلينا نحط الكاميرا اللي باش نعمله اليوم تنصوره معاكم خاطر هلا حد ديما نهار فارغ ونهار سبيسيال مع عائلتي معناها ما حتى الماكله يعني ما طيبتش كنتش عقب الليل فطرنا مخر يمكن مع 11 ولا نصف النهار كملنا الفطور عرفتوا كل قعدنا شبعانين ما طيبتش فطور حسير من اخيب الحاجات صدقوني كي نقضي ولا راجل يجيب لي قضية واني تلقاني كوجينتي داخل بعضها والفريجيدير داخل بعضه حاسيلو نبدا عامله حساباتي الاكثريه معناها تبدا على الاقل كوجينه نظيفه الفريجيدير نحاول باللي نقدر اني ننظفه قبل بنهار ام بصراحه تعرفوا البارح هكا العجاج اللي صار وكل عاصفه اللي صارت معناها ما نجمش لي نعمل فريجيدير لحتى شيء نحاول ديما هكاك حاسيلو البنات توك الواحد معناها يعرف كيفاش ينقص على روحه باش هكا متوحلش عرفتو كل متوحلش في القضية وتبدأ تطيب وفطور وكل شيء توا رجعت الخضرة متاع شتي وكسالم مشيش مع ابوه نسو شكري مشيو حاسيلو هو يطلع لي في القضية محلاها قضية شتي بصراحة وحدها والله تحس فيها برشا حاجات وتحس روحك متحيرش معناها متحيرش في التطيب شنو جمعة دي تقريبا ما طيب مشريتش الدجاج جمعة هذه وجمعة اللي فاتت ما بين ولد البحر ما بين الخضرة معناها ديجا العشية باش نعمل معاكم الروسيات بالخضرة اكيد تعجبكم على الاخر ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم اني في بالي باش نحطها في الفيديو هذايا معناها فيديو فيه روسيات وروتين بصراحة جيت طويل شوية قلت خلي الروتين هذايا صباحي هبتلكم باش ما ديجا نعملكم في المونتاج الصباح ان شاء الله يعطيكم في ساعة شويه نخلي لكم الروسيت ان شاء الله حاجه حلوه وحاجه مالحه ان شاء الله تهبط لكم العشيه في بالي مش باش نطيب راهو الاخر لحظه معناها تعرفوا وقتش قمت الكوجينه قمت الستة ستة ونص حسيلو الستة ونص قمت باش نطيب العشيه وظهرت لي باش نعمل حاجه حلوه لسهريتنا ما كنتش باش نعمل صدقوني اليوم معناه بالحق البخل هبط عليا ونحسي روحي مانيش قد بعضي شمله ومن بعد سبحان الله العشيه الحذاق الكل هبطت علي ان شاء الله تهبل لكم روسيت العشيه زوز روسيتات بالحق سهلين راهو سهلين معناه ما فيهم حتى شيء مش حاجه سبيسيال اما اكيد تو باش يعجبوكم حطيت الماعون في لافيسير ما تتصوروش قديشها تحسها البنات هكا نظافت وعملت قش عليها عامله ميزاجور الغساله بعد ما نظفت لها كل فلتر ويت نتاعها وحطيت لها الدوره نتاع الخل
ما شاء الله تشعل من داخل والمعون يخرج نظيف. واللي قالوا لي سيرين تفقد لها الملح، هي البنات من عرشنية مشكلة تذكروا من رمضان قلت لكم لو القرص نتاع هذيك الواحد نتاع الملح يشعل التولة تنحى معناها. بصراحة لا لقيت وقت ولا لقيت على شنو باش نهزها باش نرجعها للشركة متاعها من وقت اللي حكيت لكم عليه في رمضان. تغسل في الماعون لباس عليها، وقتها وصلت عملت لها زوز باكوات ملح معناها تذكروا، ولا لين وليت تطلع لي في الماعون بالملح مالح طلع لي فيه، تو وليت عادي طلع في الماعون لباس عليه نظيف. واما منعرفش قاعد يشعل ما فهمتوش علاش. نشيلو حتى لين نشوف شنو الحل متاعها، هي تغسل لباس عليها جوست المدة الاولى معناها وقتها وليت تطلع لي في المعون مشهب وكل شيء، توا رجعت نورمال. حسيلو لهني البنات مديت الفريجيدير قلت لكم داخله بعضها الفريجيدير ما نظفتهاش، اما الخضره ما عنديش خضره يعني الحاجه الباين ما عنديش خضره، كل شيء فراغ. كاو خاطر الجمعه اللي فاتت طيبت برشا خضره، بداو من مرقد الخضره تحسها يعني الخضره اللي عندك الكل تقريبا تحطها فيها. البارح فما شكون في التعليقات قالت لي سيرين اعملنا روسيت المرقد الخضره على طريقتك، عملتها نهار السبت اللي فات، ارجع الفيديوهات تلقاها تلقى الطريقه كيفاش طيبتها، هي سهله ما فيها حتى شيء معناها، اما شوفني شنو حطيت وحصلت تلقاها نهار السبت طيبتها معاكم مرقد خضره فيها كل شيء بيبش الكل الخضره الكل. يعني خاطر الاكثرين نهار سبت ولحد نحاول نطيب لهم مكيك مرقه خضره وكل شيء. حسيلو لهني سالم جاب لي القضيه، هو يطلع وهما يجيبوا وهو يطلع، اليوم نهار كبير حسيلو كل شيء ما شاء الله معناها من تبابس الغاز لقضيه المغازان لقضيه المرشي لقضيه البقول الجافه زاد ما وفات لي، اما نمشي اني وكهو نقضي الفول والعدس وكل شيء ونخليكم السيناريو نتاع البوت التونسي كي يجيب القضيه. انا فاهم وتعرف فما فازا صار الشغل والحاجات اللي في الكاس احنا صح الثالث والرابع ماني ما معناه طل سكر طل سكر ساشيه الرابع اخر زوز طماطم اخر زوز هزا هو يجيبه ها؟ هو يجيبه بس ايه حط هذاك يا اخي الفقوس.
باهي ديما و 5000 الطريف هذا كيف ها انا اعطيك لاسوم باش توزع الطريف رمان بالفاليت هذي الدقلك ايش فيك صعب تشم دقلك اه بارجو بارجو ما حبش نفرق الرافع ما يحط فيه في المفرق تاني مفرق نطير لي منه خاطر فيه جو ايه هو هكا خيره اما ما كبير مش قديش هكسر هيك 10000 هذيك تو تحطها قدامك واش بدي تعذبني واش بدي كل بدك كعبه فينا والله 5000 ما بدي فيها كيلو سميد زوز هذوما وخمسة هذوما وثلاثة بكوات جي زوز فرات سكنين نعم ساكت يلا اقسم بالله كي نجي سير ما تقل 30 35 حق تقريبا انا 35 ما هبنيك الاخير ايه خلي تنهار سيرة متكر قداش هو ولا تجمدين وفاك البيت ضربة ضربتين في الفرماسية وما كملت لك في العام وقت ستشوف أنا شو بخيتي واجه مسكينة اللي توا شي يولد ويجيب تلك الضغط ولكو شنو خو بيه فيه 8000 في سنة ولا ب14 نار خلينا نرجع خير وقتي مش نعم بيوجه ونوجه ها وقتيش وقتيش نعملو لوجه نحب شوكولا وقتيش منيش نقرار هاد احد من صوت غدوة سين انت رهبتها شو ليبي ايوة هنا عنا الرمان عنا الليم عنا التفاح شوكولا فين الليمون يا مش نعطيك ليمون مية عندك لسان بدك تجيبي لا نعطيك كعبة لكعبتي الليمون قصكم تفاحة تفاحة شكولا مش شكولا جمع قصر مني اما اعطيكي شو حطة على الفوق حطة شوف نعيش في نيته
خليت لكم الحوار التونسي. نتصور كل عائلة تونسية كي تمشي تقضي، ولا كل بو، ولا حتى اني صدقوني حتى اني كي نمشي نقضي نروح نبدا مصدومة من الاسواق، نطمع هكا زادة كيفنا ولا لا. هي راهو تقريبا من ارخص الحاجات اللي عنا تتسمى الخضرة، تسمى ابرك حال. يعني الخضرة هي من الحاجات اللي تحسها اسواق ما معقولة، معناها حتى تمشي تهز 20 دينار تقضي بها. اما انك تدخل مجازان ما مستحيل، هذه قضي 20 دينار ما تجيب لك حتى شيء، معناها حتى شيء. اما بالحق ان شاء الله ربي يعيننا على وقتنا، وان شاء الله ربي يعيننا على الغلي، وان شاء الله كو الحمد لله على كل والله حال. ربي مع اللي معرس في المده هذه كان عرس، كل شيء غالي كان. يعني الحاجات نتاع الصغار بصراحه ما كيما راجلي ديما يقول لي راهو الكلمه هذيك، يقول لي كان تصور كان توا معناها جبنا الصغار، الكوش كيفاش والحليب كيفاش، معناها خدمه نهار في حك حليب اللي ما تشدش حتى نهارين وثلاثه. انا الحق عندي سالم معناها ما رضعتوش برشا، يمكن من ثلاثه شهور كيك ياخو في الحليب الحكه. واما انس وسلمى الحق ما شريتهاش الحليب الحكه، ما دخلت لهاش للدار، خاطر فما غلطات اني عملتهم في سالم، ما كنتش نعرف الحقيقه. لين استنست لي بالحليب الحكه واستنست لي بالبيبرون، ملي مشيت باش نولد هزيت معايا حليب الحكه، وهذيك بصراحه غلطه. الحمد لله يا ربي في انس وسلمى ما عملتهاش، وحليب الحكه ما دخلتوش للدار ورضعتهم الحمد لله حتى لين فطمتهم يعني. اما بالحق ربي يعين اللي توا عندهم صغار ومعناه يستعملوا حليب الحكه وكل شيء، بالحق ربي معاهم، واللي عندهم الكوش وكل الاسوام ما عادش يتقبلها العقل بصراحه. تو الواحد هاكا شويه خضره شويه ابرك حال. اما كالمثال انك باش تقري ولدك، كان اوتيوت، كان روضه، يبدا عندك ثلاثه صغار ولا اربع صغار، تصوروا نتوما يعني. الحمد لله وكهو، الحمد لله ربي يعيننا وكهو. بالحق توا ايد واحده ما عادش تثقف، لازم المراه والراجل يخدموا، وشوف يقدروش يعيشوا هكا عيشه يعني لاباس، فهمتوا البنات؟ بالحق ربي يعين الراجل، هو خاطر متكفل بالمسؤوليه هيك الكل متاع الدار. المراه بطبيعه كي حتى وكان مش تخدم مش تزيد حاجه لصغارها، حاجه ليها، تصرف على روحها بطبيعه، حتى انها تعاون على الدار، علاش لا؟ بالحق توا ايد واحده ما عادش تثقف، وايد واحده ما عاد تعمل حتى شيء. ربي يعيننا الناس الكل وكهو. حصلوا لهني البنات، كملت حطيت الخضره، اني راني الخضره ما نغسلهاش، خاطر الخضره اذا غسلتها تعدم لي. الحق في الجداري ما يبردش، معناها ماهوش لك الانواع اللي يبرد وكل، ديجا البرة ابرد من الفريجيدير، يعني صدقوني البرة ابرد من الفريجيدير. هذاك علاش نحاول ما نغسلهاش الحقيقه، بعد هكا كي نمد نغسلها. ديجا هو فما معناها فما كيما البكتيريا في الفريجيدير، ديجا عندي كي تغسل الخضره هي نفسها باش ترجع لك، ولازمتك تعاود تغسلها. واللي ماهوش ما يعرفش المعلومه دي يدخل ويعمل بحث عليها ويعمل ريسيرش عليها. اللي عينته باش يغسل خضرته يغسل، واللي ما يحبش يغسل بطبيعه حاجه هذيك ترجع له، خاطر ديما هيك كل ما نعمل فيديو نتاع قضيه عليه ما تغسلش، راهو جراثيم، ما فماش جراثيم. ديجا هو كي يدخل الفريجيدير، ديجا الفريجيدير من داخل باش تلقى فيه حاجات، معناها انت ماذا بيك ما تدخلش الخضره نتاعك، وزيدوا يلوجوا عليه الحاجه هذيك وشوفها. اني بالنسبه لي الحق ما نغسلش. ديجا كانت الخضره في التراب، معناها ما كانتش في بلاصه خايبه، ولا كانت في التراب، حتى على البرودويات اللي معناها اللي يكبروا بيهم الخضره وكل شيء، من بعد كي تغسل بشويه خل ترجع معناها تنظاف لك الحاجه. هذه المره اللي فاتت غسلت الطماطم، قلت لكم ديجا غسلت الطماطم بركة ما كملتش معايا، وعندي قراع وعندي فقوس قاعد لي من المره اللي فاتت، صدقوني كيف ما هو ما غسلتوش، حطيته في بابي فيلم قاعد كيف ما هو. الجمعه دي لاباس عليه، كي تبدا عندكم حاجه البنات بزيت، فناريه، فقوس، قراع، عندكم اي حاجه بزيت وتحبوها تقعد معاكم مده طويله، لفوها بالبابي فيلم، راهي تقعد معاكم فتره اطول من العاده، حتى كي تبدا كيما فريجيديري معناها ما يبردش برشا.
حاسين قلتلكم المره اللي فات غسلت الطماطم هاكا عدمتلي منها الحقيقه. حاولت نحط البارح الصندوق نتاع التبروير معناها عدمت منها برشا في المقرونه جاريه كي عملتها كل تقريبا طماطم كعب، اما الحق عدمت. كان جات مانيش غسلتها راهي لاباس عليها، وبالطبيعه كل واحد كيفاش يتبع مصلحته، وكل واحد على شنو استانس وعلى شنو تربى وكهو. حاسيلو لهني البنات كملت ركحت الكوجينة، حطيت المعون الكل في الغسالة الحقيقة، خاطر برشا حاجات ما عنديش باش نقعد نغسل المعون. ولهني في بالي باش نطيب الفطور، جابلي شوية اسكالوب قال لي ما لقيتش الدجاج، في بالي باش نطيب الفطور الحق، ما حسيت روحي شبعانة حتى الحق قعدت ما طيبتش. المهم فزيت كان قبل الليل طيبت حاجه تنوريها لكم ان شاء الله العشيه، كان خلط باش نعمل مونتاج، كان ما خلطش ان شاء الله غدوه. كاول هني البنات باش نكمل نغسل المعون. هذوكم غسلتهم بيديا على خاطر قلت بالكش نستعملهم ولا حاجه، هذيك الجرانيت نستعملها البارح فهم شكون سالتني على جرانيت، قالت لي سيرين باهيه ولا لا، هذيك الماركه نتاعها او ماس التركيه. وصدقوني البنات ننصحكم اللي قاعده تجهز واللي قاعده تحضر العرسها ولا حاجه، خذي نوكس ما تاخذش الجرانيت، راهو يتقشر بعد مده، راهو يبدا يتقشر باللي باش تستحفظ عليه، وزيد ماهوش صحي حتى طرف. اللي باش تاخو اينوكس وماذا بيك تشوف حاجه اينوكس معناها كاليتي باهيه. الحق اني يعني ما صادفتيش حتى نوعيه باهيه كيما الاماس، تعرفوا اماس معناها مسكره، الماركه التونسيه مسكره هذيك بالحق العز بالحق، ما قد ما شفت معناها ماركات وكل وقابلوني برشا من عند اصحابي كل شيء، بصراحه لا علاقه معناها يلصقوا وتكحالوا، تحسها اماس اصلا عرفتوا كل البنات حاجه رزينه وحاجه للدوام على عمرك الكل تقعد تستعمل فيه وما يتهلكش، اما ما عادش موجود. حسيلو الجرانيت لا، الجرانيت ما ننصحكمش بيه، ماهوش نتاع دهك وماهوش نتاع حاجه باش تقعد لك معناها على نظم الكوجينة يعني. وان شاء الله العشيه نرجع معاكم ان شاء الله هكا، نقدرت نعمل معاكم الروسيت نتاع العشي. والبنات حبيت نقول لكم ادخلوا باش نحط لكم تعليق مثبت التيك توك نتاعي، خاطر المره اللي فاتت كي عملت قلت لكم راني مشيت في خرجنا هيك في مظاهره لهني في مساكن، وحليت حليت اللايف على التيك توك خاطر ما نجمتش نحل اللايف على اليوتيوب، في بالكم اللي معناه صارت فيها مشكله وكل شيء ما نجمتش نحل، وليت حليت على التيك توك. لكن نهار زاد حبيت شيء ما اكيد متتبعه سيرين تقولي ديما اعمل لايف يا سيرين، حاسيلو حبيت نعمل لايف كي نهار جيت بحدايا ما في الليل ما نجمتش نعمل راني لايف. حاسيلو البلاصة الوحيدة اللي نجم نحل فيها هي التيك توك. ان شاء الله نحط لكم التعليق المثبت نتاع التيك توك. اسمع تغريد العصفور وهو يحلق فوق الدور، كيفان اتذوق حلوى وبها جسمي يصبح اقوى، انا انسان لي احساس املك دوما خمس حواس، على الانف اشم الورد وبه المس وجه الجد، العينين والأعلام مغول في أمن وسلام، شوف العينين أرى الأعلام تصفق في أمن وسلام، الأذنين أسمع تغريد العصفور وهو يحلق فوق الدور، في لساني أتذوق حلوى وبها جسمي يصبح أقوى. أشم الوردة ليش فزيت أظن تراهم كان مع البنات سلمى نسلة واحد فرحني بحاجة هيك لا مرة ما عملوا لي حاجة هيك في الدق
يعني البنات العشيه جت بحذية ما هيك والله ما خرجت، يمكن بعد المغرب جيت. حبيت كما قلت لكم نعمل لايف على تيك توك، نسلم عليكم شويه كل يا اخي. ما حبيت نعمل لايف على اليوتيوب، سامحوني يا اخي ما تحلش. واني تيك توك هذاك مسكر، معناه ما عنديش حتى في التليفون باش نحل بيه وكل شيء. اما توا سيه وك حليته على تليفوني، وان شاء الله يا البنات كان هكا معناه تلاقينا مع دارنا نحل هني. ما تلومونيش على العصير، الله غالب راجلي شراه مقاطعينه المدة هذه، معناه كان فيها حليب كان في ياغورت وكل. اما الله غالب معناه راجلي خذاه ما يعرفش بعد اني قلت له روح تضيع داخل في المقاطعة. والله ماني عارفة زدك بسكوي سيدة داخل وإلا لا، البنات بربي يقولوا لي هوكا باش نعرف المدة الجاية، خطر في بالي انه سيدة لا معناه ما هيش تابعة الحكاية. حاصيلو البنات تاني هيك نكون وصلت بيكم لاخر الفيديو على خير وبسلامة.